اللهم لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صح شريبتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا وإياكم. ظاهرة مقلقة ومزعجة في تونس، قتل الأقارب. تعرفوا اللي برشا ناس يقتلوا في عائلاتهم، اللي يقتل أمه ويقتل أبوه ويقتل عمه ويقتل خاله ويقتل خوه ويقتل أخته، ومن بعد ما يلقاش شكون يقتل يعاود يقتله مرة أخرى. فهمتوش؟ قداش من خدام باش يبرر غيابه على الخدمة، يمشي للمعلم يقول له أختي ماتت، بابا مات، خالتي، عمتي، والآخر يرشم عامل كراسة ويقيد. من بعد يلقاه اللي قتلهم المرة الأولى عاود رجع لهم. خوي قداش عندك من أم أنت؟ واحدة. هاك قتلتها عم ناول وعاود قتلتها السنة. المظهر هذا مظهر مخيف جدا، مريع، لأن هذا ينم على شعور بعدم قدرتنا على تحمل قيمة العمل. العمل قيمة أساسية في المجتمع، ما فماش مجتمع يتقدم إلا إذا كان قيمة العمل تترسخ فيه ويصبح العمل أمرا مقدسا محترما. العمل هو عنصر أساسي من عياصر كيان الإنسان. يا أخي أنا وأنت بشر، على خاطر عندنا زوز كرعين نمشيو عليهم وزوز عينين من فوق وخشم تحت منهم. أنا وأنت بشر لأننا نكسب قوتنا، ولأننا ننمي ثروتنا، ولأننا ننمي ثروة مجتمعنا. يعني قيمة العمل، القيمة اللي ريناها الليم هذه بدأت تتدحرج. معناه احنا نبرروا غيابنا بافتعال حالات، اما هذاك اللي نهار كل ماشي للطبيب وجايب ورقه من عند الطبيب الله يهديه ويهدي الطبيب معاه، يعطيه وريقه يلزمه 3 ايام وما يحطش المرض. علاش؟ قال مو على خاطر سري هذا بالنسبه للمواطن، ما نكشفوهش، يعطيه 3 ايام 5 ايام باش يرتاح في الدار. والمؤسسه قاعده تعمل، المؤسسه قاعده تغرق والاقتصاد قاعد يدغرق. لا احنا الثروة اللي عندنا في مجتمعنا منين جاية يا عم الحاج؟ زعما تصب علينا الشتاء تهبط علينا ب20 وب50؟ الثروة اللي موجودة عندنا هي نتاج جهدنا وكدنا وعملنا. والأمة اللي تشعر بعزتها وكرامتها هي الأمة اللي توفر لنفسها زادها من منتوج عملها. ولذلك أخوتي الكرام، حرام زقوم باش نخدم شطر خدمة وباش نبرر الغياب متاعي بترهات وبحكايات فارغة. وآخر الأمر أشكون اللي باش يخسر؟ باش تخسر البلاد كلها والمجتمع كله والاقتصاد بكله. نقول وأن رمضان يركز فينا مفهوم العمل، وكس الناس اللي يصبحونا صباح يبدأوا يطايحوا كذبان الخريف، حيتي يهزوا وحيتي يرد. ايش فما صايم ما نجمش تعبت بابا، ما حفزك حد على كرشك. كان حاجتك باش تخدم وتقوم بالواجب الديني بتاعك، اخدم وقوم بالواجب الديني بتاعك. ما كانش اختر لنفسك اي الشقين تريد، وانا يظهر لي لا قايم بدينك ولا قايم بدنياك. اللي نهار كله هو يتشوك عم الصيام ويتشوك عم الخدمه، لا عنده دين ولا عنده دنيا. اخوتي الكرام افهموني مليح، ما فماش غيرنا باش يوكلنا ويشربنا. وسيدنا صلى الله عليه وسلم وقت اللي لقى واحد في وسط المسجد يجلس بعد الصلوات سأل، قال من يقوم بأوده؟ قال أخوه. قال أخوه خير منه أفضل منه. شو معنى قعد في الجامعة بابا؟ بعد انتهاء العبادة اللي هي فرض عين، وبعد التقرب إلى الله تعالى بأشكال العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، بعد ذلك وجب عليك أن تشغل، أن تعمل، أن تكف الناس عن مد يدك إليهم، أن لا ترضى بأن تكون اليد السفلى، وأن تعمل لصالحك وصالح مجتمعك. إذا كان بالمنجد نحب ننهض بتونس وتونس تحتاج النهضة، لا عنا غاز ولا عنا غاز، عنا كان مخ وزوز يدين وزوز سقين، كمباص في الراس وجهد وعمل. رمضان عمره ولا كان سبب باش يعطلنا على العمل، ورمضان عمره ولا يعلمنا الكسل، بل رمضان يعلمنا القوة والثبات، لأن رمضان هو حفز للنفس على الخيرات.
ربي يتقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.